أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أسقط مسلحو داعش مروحية حربية لقوات النظام في بلدة الشميطية في مدينة دير الزور شرقي سوريا. قالت مصادر محلية مطلعة أن مقاتلي التنظيم أسقطوا الطائرة باستخدام المضادات الأرضية. في غضون ذلك استعاد مقاتل داعش نقاطا في 5 مناطق تتمركز فيها قوات النظام شرقي دير الزور عقب هجوم عنيف شنه ظهر اليوم. أصيب عدد من المدنيين بجروح جراء قصف مدفعي لقوات النظام صباح اليوم على مدينتي سقبة ودومة وبلدة كفر بطنة في الغوطة الشرقية بريف دمشق. وأفادت مصادر إعلامية محلية أن قصفا مدفعيا مماثلا لقوات النظام استهدف بلدة كفر بطنة بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع التابع لقوات النظام فوق مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق. أعلنت قوات الشرعية اليمنية تفكيك شبكة ألغام بحرية على بعد العشرات من الأميال البحرية من سواحل مديرية ميديا ساحلية بمحافظة حجة. قالت مصادر عسكرية إن الوحدات البحرية تمكنت من تحديد شبكة ألغام بحرية على بعد 10 أميال بحرية باتجاه جزيرة غراب زرعتها الميليشيات الانقلابية في عرض البحر. أطلقت كل من واشنطن وموسكو وسيول مناورات عسكرية قرب حدود كوريا الشمالية. قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن الولايات المتحدة استخدمت قاذفتين خلال التدريبات انطلقت من جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادي. وتأتي المناورات الأمريكية مع كوريا الجنوبية في وقت بدأت فيه الصين وروسيا مناورات بحرية قرب كوريا الشمالية. أعلنت السلطات البريطانية هوية وجنسية منفذي هجوم مترو الأنفاق في لندن الذين اعتقلا مؤخرا. وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية وفق بيانات الشرطة أن المشتبه بهما هما لاجئان من سوريا والعراق. دعت منظمة أطباء بلا حدود ميانمار إلى السماح لمنظمات المساعدات الإنسانية بالوصول الفوري إلى ولاية راخين لتخفيف ما وصفته بالاحتياجات الإنسانية الهائلة. وأوضحت مديرية الطوارئ في المنظمة أن التقارير تشير إلى أن هناك نزوح داخلي كبير للسكان أو لسكان الروهينجا. وصل فيلم الرعب تصدره لإيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي بإيرادات تذاكر بلغت نحو 60 مليون دولار. الفيلم بطولة بيل سكارسغارد ومن إخراج أندريس موشكي. هذا موجز، تحية وإلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، وإن أعجبكم ذلك لا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.